السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون عندي المبنى بتاعي مبنى في أرض الطبوغرافيا، وأنا عايز أبدأ أظبطها بحيث إن أنا هبدأ أعمل بيت بحيث إن يبقى الارتفاع بتاع الأرض بتاعتي في الحتة دي كلها مستوية، زي ما هنا مثلا البيت ده كله على بيت واحد، وهنا ده الطريق ده برضه على بيت واحد، فأنا عايز أعمل بيت برضه أحط عليها الشغل بتاعي الجديد. فأدخل لينك ليفل 1 هلاقي ان الحاجات مش ظاهره عندي في خطوط الغرفه، لو دخلت في السايت هلاقيها ظاهره معايا. طيب ممكن اشتغل على السايت او في ليفل 1 نعرف ازاي نظهرها، اقول له في في وادخل في خطوط الطبوغرافيا واقول له اظهرها لي، دي الحاجات الموجوده. ممكن اخفي واظهر حاجات، الاقي عندي برضه حاجه اسمها سايت تمام، ودي البروجكت بيس بوينت ودي السيرف بوينت، لو انا عايز اظهر السيرف بوينت والبروجكت بيس بوينت اقول له اوكي، قال لي ظهر معايا بس مش كامله، في حته كده ناقصه عندي. اظهرها ازاي؟ ممكن ان انا اجي هنا في الكروب فيو واقول له دونت كروب فيو. وحاجه ثانيه يعني لو دي ما جابتش معايا، في حاجه ثانيه برضه احتياط نقولها، الفيو رينج هدخل اتاكد ان البوتوم بتاعي انليمتد والفيو ديبس انليمتد تمام، ده فرض ان الكروب فيو ما جابش تاثير. طيب انا كده عايز ابدا اشتغل هنا، اقول له انا عايز اشتغل بيلدنج بيت، واقول له انا عايز ارسم مثلا بولجن، واجي ارسم هنا تمام، واقول له ايه الارتفاع بتاعي خليه صفر دلوقتي نشوفه، وانا اعدله برضه مع بعض بالشكل ده. طيب لو انا عايز اعدل فيه ممكن اجي هنا واقول له خليه لي دوت سالب 2000 بالشكل دوت، وممكن احرك الباد زي ما انا عايز في قلب المبنى، وممكن اخدها موف وكوبي زي ما انا عايز مفيش اي مشكله تمام. طيب وممكن اوديها له سالب اكتر من كده 4 متر حسب المشروع اللي معايا تمام، اقول له دي خليها سالب 4000، انا جبتها 84 بالمتر. طيب دلوقتي هعمل ديليت ليها، وهعمل حاجة لذيذة أوي إن أنا هرسم حيطان، أجي هنا وأرسم حيطان تمام، وأروح هنا بقى للبادة بيلدينج باد وأقول له بيك وول تمام، أقول له أنا عايز دلوقتي عمل إيه؟ شاف الحيطان بتاعتي وعمل فيها بيت. طب لو أنا جيت هنا وعدلت في أي حيطة هتلاقي ان البيضه كمان بتتعدل معايا تمام. انا عملت سيلكت على الحيطان ديت تمام، وعدلت البيست اوفست، هتلاقي ان البيضه ما تتاثرش، هضطر ان انا اعدلها بنفسي تمام. هضطر بقى اجي على البيضه واقول له ان دي سالب 2000 تمام. أنا أتمنى أكون الدرس جاوب على أغلب الأسئلة اللي وصلت لنا في النقطة ديت، وهتلاقي هنا البرامتر والأريا والفوليوم لو أنت عايز معلومات برضو تفصيلية. أخوكم عمر سليم مهووس البيم.